يا أبطال حطين، ها هي القدس تحت أبصاركم، وليس بينكم وبين الأقصى الشريف إلا هذه الأسوار. ها هي القدس التي ما زالت تكابد الأسرى 100 عام، وقد دنس العدو مقدساتها. ها هي القدس التي شهدت مصارع أجدادكم حتى بلغ الدم فيها الركب. ها هي القدس التي منذ استولى عليها العدو وهي ما زالت تتقلب في خواطر أبناء هذه الأمة جيلا بعد جيل، لا يغمضون عيونهم إلا على رسمها. فما قطعوا واديا ولا ركبوا ظهرا ولا سلوا شيئا في سبيل الله إلا وهم يرجون أن يقربهم ذلك إلى القدس، فقضى من قضى منهم وهو على هذا العهد، حتى شاء الله تعالى أن يجعل الفتح على أيديكم بإذنه، فخصكم بهذا العمل العظيم واختاركم لمثوبته وأجره. أيها المقاتلون، لسنا وإياهم سواء، هم يقاتلون عن الأدوان والباطل ونحن نقاتل عن الحق، فالقدس درة بلادنا وريحانة قلوبنا. ها قد دار الزمان دورته وبلغ الكتاب أجله وصرنا على أبوابها. لا والذي بعث محمدا بالحق، لن نرجع بعد الآن حتى ندخلها مكبرين تائبين عابدين لربنا حامدين، أو نموت دونها. الله أكبر. لم أكن أتوقع أن يكون بهذه الكثرة والعزيمة. وزع جماعات متفرقة على كل مواضع السور كي نضطرهم إلى توزيع قوتهم. تقي الدين، مر العاملين على المشانيق لا يضربوا بعيدا وراء الأسوار ما وسعهم ذلك كي لا يدمروا شيئا من المدينة. Yeah.
وسهلا. أهلا وسهلا. نشكر لكم قدومكم علينا من القدس في ظروف القتال هذه، ونرجو ألا تكونوا قد لقيتم عنة. لو ترك الأمر للبطريرك هرقل لما أذن لنا بالخروج، ولكن الأمير باليان يمكن التفاهم معه. أحببت أن أراكم قبل أن نفرغ من هذا الأمر لنطمئنكم ونقول لكم أنتم أهلنا، هذه مدينتنا ومدينتكم، وتلك بلادنا وبلادكم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإذا فتح الله لنا بيت المقدس عشنا وإياكم في هذه المدينة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعهدته، ورددنا إليكم كنائسكم ومعابدكم التي غصبكم إياها الفرنجة كما غصبونا مساجدنا، فنحن وإياكم سواء في السراء والضراء، وإذا تعرض لكم أحد بأذن أخذناه بظلمه وجريرته. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فليس للحق إلا صفة الحق، وليس للظلم والباطل والبغي والعدوان إلا هذه الصفات. بلغوا هذا عنا. ما توقعنا من السلطان غير هذا، كيف لا وأنتم أهلنا وقومنا؟ تقاسمنا العيش في السراء والضراء، كنا آمنين في كنائسنا ودورنا، حتى جاء هؤلاء الفرنجة الغزاة فأزاحونا منها. قلوبنا معكم أيها السلطان، وددنا لو كانت سيوفنا كذلك، ولكنك أعلم بالحال، وهو يغني عن المقال. ذلك البرج خلصونا منه، لقد أصابنا منه أذى كبير. أحسنتم يا خير الرجال، أحسنتم. جنودنا يسدونها بأجسادهم، ولكن إلى متى؟ ليس أمامنا الآن إلا أن نشن هجوما كاملا بكل جنودنا، ونحن في المقدمة، نحن جميعا بلا استثناء، ونترك النساء والأطفال ليباعوا في الأسواق. لا، إنني لا أستطيع أن أبارك هذا العمل، إنه ينافي الدين. إذن ولماذا أمنحكم الأمان الآن وقد عرضته عليكم من قبل فأبيتم إلا القتال؟ وليس بيننا وبين أخذ المدينة بالسيف إلا عشية أو ضحاها، بل لعل عساكرنا بدأوا في اقتحامها الآن ونحن نتحدث.
تعرفون القاعدة، ما يؤخذ بالسيف تجري عليه أحكام القتال. أسر المقاتل جميعا وكل من كان قادرا على حمل السلاح. أيها السلطان المعظم، لقد جئناك ونحن نأمل بعفوك وكرمك. لم يكن بد من أن نبذل قصارى جهدنا في الدفاع عن المدينة، فلو لم نفعل لما أطاق أحدنا بعد ذلك أن ينظر إلى نفسه في المرآة، ولا أنكر نفسه وأهله وما بقيت له قيمة في نفسه يستأهل عليها اسمه ولقبه وكرامته وميراث آبائه. وأحرى الناس بتقدير هذا المعنى هو سلطان عظيم مثله، مزج بين القوة والرحمة مزجا حير أعداءه. فلا نرهبك في القتال إلا بقدر ما نأمن منك في أعقابه، وهذا على التحديد ما جعلنا الآن نفكر عن القتال، على الرغم أنه ما تزال فينا قوة، وذلك رجاء الأمان وظنا منا أنك تجيبنا إليه كما أجبت غيرنا من قبل. وقومنا هناك يرغبون في الحياة ويكرهون الموت، فإذا رأينا الموت لا بد منه، فقد صحت عزيمتنا على أن نقتل أبناءنا ونساءنا ونحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعتنا، ولا نترككم تغنمون منها دينارا ولا درهما، ولا تأسرون رجلا ولا امرأة. فإذا فرغنا من ذلك كله أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرها من المواضع الشريفة، ثم نقتل من عندنا من أسرى المسلمين وهم 5000 أسير، ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناه، ثم نخرج إليكم فنقاتلكم قتال من لم يعد وراءه ولا أمامه ما يخشى عليه. لا أقطع برأي حتى أشاور مجلسي، اعتزلونا ساعة ثم نبلغكم رأينا. ولم أقل لكم، لم أتوقع غير هذا. قد صح قول السلطان لنا في عسقلان، ولا أرانا في حاجة إلى تفكير. الأمان لهم ثمن قليل لقاء أرواح أسرانا والأقصى والصخرة والأماكن المقدسة. تخرجون بالأمان إن شاء الله، على أن يفتدي كل شخص منكم نفسه بعشرة دنانير، ومن عجز بعد مهلة مدتها 40 يوما عد أسيرا. لا بأس، إلا أن النساء والأطفال معولين يا سيد، ليس لهم كسب. فلو تفضل السلطان وجعل فدية المرأة نصف فدية الرجل، وجعل على الطفل 2 دينار، فإنها تضاف إلى مكارمه. لكم ذلك، ولكن لنا شرط آخر. لا يخرج المستأمنون إلا بالأموال المنقولة فقط، متاع الرحلة والنقود. أما ذخائر المعابد والكنائس والقصور فلا يحمل منها شيء. ولمن تعهدون بأماكننا المقدسة يا سيدي؟ لأصحابها، نصارى العرب أبناء بلادنا. سيشكرك على ذلك إمبراطور القسطنطينية. لا أفعلها له لأنتظر شكره، نحن أولى بأبناء بلادنا منه، وهذا حق لهم، لا عطية ولا تجملا من أحد. نحن وإياهم ذمة واحدة، وهذا مقتضى ديننا وذمة ربنا ورسولنا وعهدة خليفتنا الثاني. مفاتيح المدينة.
تقي الدين. عماه، إذا صرنا داخل المدينة ففرق شرطة الجيش على جميع الأحياء لحفظ الناس وصيانتهم، ولا تتهاون مع أي من جندنا يهم بالعدوان كائنا من كان. بسم الله. الله أكبر. أولا وأخيرا بيت المقدس. إيه الله، صدق الله وعده. حسبوه بعيدا وهو عند الله